أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. إذا من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا نشيد. إذا جميل، إذا نشيد بعنوان هي مدرستي. أحسنتم. إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناة وفعلوا زر الجرس باش هكا كيوصلكم جميع الدروس اللي كندير. إلا كان عندكم شي اقتراح أو شي سؤال فخليوه لي في بلاصة التعليق، فأنا أحبتي الصغار أكيد كنقرا وكنجاوب جميع التعليق ديالكم. إذا أحبتي الصغار على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذا كما قلنا عندنا نشيد بعنوان هي مدرستي. اذا لاحظوا معي هذه الصوره، هذه كتلاحظوا هنا تلاميذ يلعبون في ساحه المدرسه. اذا تلميذات وتلاميذ، وهنا تلميذات بالوزره البيضاء وتلاميذ بالوزره الزرقاء، وهنا الاستاذ اذا يراقبهم. وهنا عندنا القسم وفي الساحه التلاميذ يلعبون. جميل. اذا على بركه الله نبداو الحصه ديالنا. اذا هي مدرستي. اول ما بدا في الدار خصكم ضروري انكم تقراو هذا النص هذا عده قراءات، تهجاو في الاول ومن بعد تقراو هكا على صوت حتى تدربوا عليه، باش هكا ملي كتمشيو للاقسام ديالكم والمؤسسات ديالكم يجيكم ساهل انكم تقراوه. اذا احسنتم. اذا نقراو هي مدرستي، بيتي الثاني، لا أنساها، لا تنساني، تستقبلني كل صباح، فكما أهواها تهواني، فيها كتبي وأساتذتي ولقاءاتي بالخلان، فيها أملي وشروق غدي ودفاتير حلمي الفتان. هي مدرستي، ما أحلاها، ما أعذب منبعها الداني، تبني روحي، تبني جسدي، وغدا سأكون أنا الباني، أبني بلدي، أبني وطني، أبني أمجاد الأوطان. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، نعاودو قراءة ثانية. قرأوا معي هذه المرة. هي مدرستي، بيتي الثاني، لا أنساها، لا تنساني، تستقبلني كل صباح، فكما أهواها تهواني، فيها كتبي وأساتذتي ولقاءاتي بالخلان، فيها أملي وشروق غدي ودفاتير حلمي الفتان. هي مدرستي، ما أحلاها، ما أعذب منبعها الداني، تبني روحي، تبني جسدي، وغدا سأكون أنا الباني، أبني بلدي، أبني وطني، أبني أمجاد الأوطان. أحسنتم. إذا مشيو دابا نشرحوا هاد القصيدة هذه أو هاد النشيد هذا. إذا هي مدرستي، إذا هنا الشاعر هذا أو الذي أنشد هذا البيت سميتو جميل داري. جميل داري إذا يتحدث في هذا النشيد عن مدرسته، وصفها لنا وما يوجد فيها
وما تبنيه تلك المدرسة. إذن وصفها وصفا دقيقا. إذن حيث قال هي مدرستي بيتي الثاني، إذن شبه مدرسته ببيته الثاني، فكما أنه يتعلم في بيته يتعلم أيضا في مدرسته. إذن لا أنساها، لا تنساني، إذن فهي في باله دائما، فهو لا ينسى مدرسته بل يحبها. إذن تستقبلني كل صباح، إذن في كل صباح يذهب إلى مدرسته وكأنها تستقبله وتقول له مرحبا بك في بيتك الثاني. فكما أهواها تهواني، أي فكما أحبها تحبني، فكما أحب مدرستي هي أيضا تحبني. فيها كتبي وأساتذتي، إذن فيها كتبي، فيه الكتب ديالو والكتب التي يدرس فيها، وكذلك أيضا فيه أساتذته وأستاذاته. ولقاءاتي بالخلان، أي وكذلك أيضا في تلك المدرسة يلتقي بالأصدقاء، الخلان هم الأصدقاء. فيها أملي وشروق غدي، إذن من المدرسة يبدأ الحلم، فكل واحد منا في المدرسة يتمنى أن يكون شخصية معينة أو أن يصل إلى مهنة معينة أو إلى حلم معين. فمنكم من يود أن يكون أستاذا أو أستاذة، ومنكم من يود أن يكون رياضيا أو رياضية، طبيبة أو طبيبا، إذن أو مثلا بحارا أو طيارا إلى غير ذلك. ففي المدرسة يبدأ الأمل وشروق الغد أو ما نتمناه في المستقبل. ودفاتر حلمي الفتاني، إذن كما قلنا في المدرسة تبدأ جميع الأحلام التي نحلمها كأطفال أو التي نتمنى أن نصل إليها لما نكبر. هي مدرستي ما أحلاها، إذن هي مدرستي ما أجملها، ما أعذب من بعها الداني، إذن الداني هنا القريب، الداني القريب. تبني روحي، تبني جسدي، إذن فهنا تبني روحي بمعنى تبني فيها روح الوطنية وحب الوطني وحب الأهل وحب الأصدقاء. إذن تبني جسدي كذلك أيضا في المدرسة أكبر. قامتي في المستوى الأول ليست هي قامتي في المستوى الثاني، وقامتي في المستوى الثاني ليست هي قامتي في المستوى السادس. فأنا كلما أذهب إلى تلك المدرسة إلا وجسدي يكبر. إذن وغدا سأكون أنا الباني، إذن وغدا سأكون أنا الباني بمعنى لما أكبر أنا أيضا سوف أبني أجيالا مثلما بنوني أساتذتي، غدا سوف أعلم أجيالا أخرى. إذن أبني بلدي كذلك أيضا أساهم في بناء بلدي، مثلا كما قلت لكم أكون طيارا، مهندسا، معلما، طبيبا، إذن بيطريا إلى غير ذلك. إذن أبني وطني، أبني أمجاد الأوطان. إذن وإذا وصلت إلى القمة فأنا بذلك أبني أمجاد الأوطان، يعني أكون في قمة ما كنت أتمناه أو أصل إلى ما كنت أتمناه بذلك، فوطني سوف يفتخر بي. جميل، إذن أحسنتم. مشيو دابا نشوفوا الأسئلة. إذن هنا عندنا معجم مستعد، أهواها بمعنى أحبها، الفتان بمعنى جميل، الخلان بمعنى الأصدقاء، وهنا الداني بمعنى القريب. إذن ماذا تبني المدرسة في الطفل؟ ماذا تبني المدرسة في الطفل؟ إذن نقولوا تبني بهذا الشكل، هذا تبني المدرسة في الطفل الروح الوطنية، وكذلك أيضا تبني جسده. تبني المدرسة في الطفل الروح الوطنية وكذلك أيضا تبني جسده. إذا ماذا سيبني الطفل؟ إذا سيبني الطفل بلده ووطنه وكذلك أمجاد الأوطان. سيبني الطفل بلده إذا ووطنه وكذلك أمجاد الأوطان. إذا هنا السؤال الموالي، أنشدوا الأبيات التي عجبتني وتختار الأبيات التي عجبتكم في هذا النشيد هذا، وغاليا تعاودوا قراءتها. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، بهكذا كنكون سالينا الحصة ديال اليوم. نتلاقاو إن شاء الله في الحصة المجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.